يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيما يتعلق بشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، هل ورد أن حافظ القرآن يشفع لأهل بيته أم أن هذا خاص بالشهيد شهيد المعركة؟ المؤمن يشفع، حافظ القرآن أو غير حافظ القرآن يشفع إذا أذن الله له بذلك. الشفاعة حق، الشفاعة حق بلا شك، أثبتها الله في القرآن، ولكن لا نفعل ما يفعل الخرافيين الذين يذبحون للأموات ويتقربون إليهم ويقولون لأنهم شفعاء لنا عند الله، مثل ما قال المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله يقربون إلى الله زلفى. فلا نتخذ الشفاعة وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. نعم.